هذه الفقرة برعاية أول هذه الأفكار. ابحث عن من لا يسألون الناس الحافة. كثير من الناس متعففين، صح، كثير الناس يعني لا يريدون أن يعني يمدوا أيديهم إلى الناس لحاجة في أنفسهم، يرون أنهم يعني النفس عزيزة إلى آخره من الأشياء اللي تمنعهم من سؤال الناس. وبالتالي ابحث عن هؤلاء، هناك متعففين كثر، صحيح، في هذا العالم يريدون يعني أن يعني تقدم لهم شيء بسيط حتى يعني يسدوا حاجاتهم اليومية. يرجع الآن لذكاء المتبرع والمتصدق في طريقة العطاء، يعني حتى أن يقولون أن بعض السلف حتى لا يحرج المحتاج، نعم، لا يعطيه بهذه الطريقة، يعني لا يعطيه بل يجعل يده هي السفلى لتكون يد المحتاج هي العليا، خذ المال من هنا، لتكون يد المحتاج هي اليد العليا. جميل. حتى يعطيه شعور أنك في لحظة استعلاء، نعم، ولست في مرحلة مهينة. شوف هذه الحركة البسيطة، لكن شوف كيف تأثيرها القوي، وأيضا لها أشياء كثيرة جدا وتبعات يعني أجمل بكثير من يعني إعطاء المال. طيب، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، ادعم العاملين. كثير من العاملين الموجودين ويعملون في سواء في القناة أو حتى في بيوتنا أو حتى في أي مكان، لو حتى عامل المسجد الموجود قد يحتاج أحيانا إلى شيء بسيط تقدم له عرفانا وشكرا، وأيضا تربي نفسك أولا كمتبرع على العطاء وعلى هذا المفهوم العظيم الذي يعني نتحدث عنه. أيضا وسع مفهومك على المساكين. المسكين ليس كما نعرفه نحن، مفهوم المسكين، وأما في الآية الكريمة في سورة الكهف، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مفهوم المسكين أوسع وأشمل مما نعرفه نحن. مفهوم المسكين هو مفهوم شخص قد يكون له يعني شيء بسيط يستطيع أنه لكن لا يكفي، لكن نبحث عن هؤلاء وأيضا نجعل لهؤلاء يعني طرق كثيرة حتى نصل لهم، وأيضا نقدم لهم كثير من الأشياء، نعم، التي تعينهم. أيضا تلك الفتاة التي تطبخ في بيتها وأيضا لتكسب يعني قوت يومها، كثير من الأسر المنتجة تعمل لأجل أنها يعني توفر جزء بسيط من مصروفها الشهري. أيضا ساهم في إحياء مفهوم الوقف الإسلامي. لدينا يعني الوقف في قناة المجد، وقف الوفاء، هذا الوقف المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم، التابع للمركز الخيري لتعليم وتعليم القرآن الكريم، ويكون فيه يعني هذا نموذج لتوسيع مفهوم التصدق.